زون ميكست. رجعلكم من جديد في زون ميكست مع ضيفنا المدرب واللاعب الدولي السابق خالد بنيحة. باش يكون ضيفنا ان شاء الله في الساعه الاولى، ما احنا متواصلين من 3 حتى ل 5 نتاع العشيه. في الساعه الثانيه باش يكون عديد المواضيع نحكيوا معاهم، اكيد منهم زوز مقابلات نتاع الانديه التونسيه في الشامبيونز ليغ الافريقيه. نبداو مع ضيفنا، مرحبا بك من جديد سي خالد. وبيكم وشاب الساده المستمعين ومشكور على الدعوه. مرحبا. دونك نبداو من جديد التجربه نتاع اتحاد تطاوين اللي كانت سريعه برشا زاد. كيفاش بديت وكيفاش وفات؟ خلي ساعة نشكر رئيس الجمعية السيد عكرمة والهيئة المديرة واللاعبين وحبة تطاوين اللي أعطوني الثقة باش ندرب فريق كبير كيما تطاوين. لكن ما دمتش المدة لأسباب، معناها أسباب وسبب واحد. إذا كان تلعب أربع مقابل خمسة مقابلات تعمل أربع هزايم وتعادل، يعني عادي جدا باش معناها الناس تبدا مستاء. اما انت حتى كي خويتها ما كانتش لخي هكا، معناها الوضعية حاولنا كل حال هو اللي حقق الحق، حاولت الرمم اللي موجود، ولكن المقابلات الحق صدفتنا مقابلات صعيبة مع الفرق اللي هما توا متصدرين تقريب الطليعة، النجم الرياضي الساحلي، النادي الافريقي، الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري. كانوا المقابلات صعبة جدا، حاولنا الحق سعينا هيئة مديرة حبة لاعبين سعينا باش نقوموا بنتائج طيبة، لكن ما صعبناش الحظ. وهذا معناها عنده أسباب. وإذا كان نشوفوا الاستاتيستيك الإحصائيات اللي عندنا، المشكلة الكبيرة هو معناها التهديف، نسبة التهديف معناها ضعيفة وضعيفة جدا. وذلك معناها أنا حاولت خاصة نخدم على الناحية ذيك، لكن ما توفقناش. إذا كان في 9 مقابلات نسجلوا كان هدفين، معناها هدفين اثنين وواحد، مش حتى المهاجمين اللي سجلوهم لاعب ارتكاز ومدافع على ركنية. دونك لو ديفيسيت كبير برشا اللي زاد تكون. إن شاء الله ربي المهاجمين إن شاء الله يستعدوا معناها يسترجعوا الثقة نتاعهم واللي يسجلوا. إذا كان معناها ولينا نسجلوا الأهداف والأمور إن شاء الله تتحسن، وإن شاء الله معناها المستقبل خير، وإن شاء الله معناها عندي ثقة في الرئيس والهيئة المديرة والأحباء واللاعبين باش يكونوا إن شاء الله باش يكبسوا رواحهم، وإن شاء الله النتائج تكون إيجابية في المستقبل القريب. أنت خيرت الانسحاب ولا كيفاش بالضبط صارت العملية؟ والله يلزم واحد يكون واقعي ومنطقي، فهمت؟ دو باري دوتر، معناها منشرتي أنا ومنشرتهم هما كانت معناها بكل لطف بكل معناها أداب واحد، وهذا مش غريب على رئيس الجمعية ولا أهالي تطاوين، وإن شاء الله معناها المستقبل يكون أحسن للتطاوين. اسم كبير في قيمة خالد بن يحيى، قعدت البريود هذه كلها بعد خروج مترجي ما دربتش في حتى جمعية، ما نعرفش شو منك أنت وإلا ما كانش في معروض وإلا شنو بالضبط. ساعات شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين، شوية ما فماش عروض كبيرة معناها باهية، وشوية أنا معناها خديت وقتي مبشرتين، معناها العروض ما كانتش معناها عروض مناسبة. كان فما عروض معناها؟ كانت فما، ديما تلقى العروض معناها ديما يجيو. شكون كلمك مثلا جمعيات في تونس ولا الوطن؟ اللي هو منا ومن منا ومن. لكن ما كانوش انتريسونت الحق، معناها العروض ما كانوش معناها ممتازين من ناحية رياضية والمالية. سورتو الرياضية ما نقدرش، المالية بطبيعتها معناها وقادم على خالد بنيحة، على خالد بنيحة لازم يعرف على. اما على كل حال جيو دي كونتاكت الحق من 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 برا وسنا باكولي. على كل حال لا في كونتينيو. كان فما حاجة من الجزائر؟ اي كان وثيق ستيف هذه هكا. اي علاش ما تمتش وقتها؟ والله اسم كبير بوفيق سيف، ما نساوش مليحة رياضية، ما يغريش أي مدرب معناها. لا فيش حتى كلام، أنا ما نعرفش الحق شنو الأسباب اللي ما الزيجة ما تمتش، أما لكل حال المستقبل خير إن شاء الله. حتى وسائل الإعلام بعيد، مش كان بعيد عن الميادين، بعيد حتى على وسائل الإعلام، كيف نساو شيء شوية منك أنت زاد؟ علاش شوية حبيت تبعد ترتاح، علاش بالضبط؟ لا هو معناها سيلتي انا صعب الاعلاميين معناها سيله ممتازه وكلها ود وكلها احترام، اما ساعات واحد ياخذ لو ريكول نيسيسير ساعات مثلا بعد خاصه بعد
ما تخرج من فريق لازم ترد بالك على لسانك على كل كلمة تقولها، على خاطر ساعات نبدأ وشو تخرج تبدأ متقلق ولا تحب ترد فعلا، أنا ناخذ لو ريكول نيسيسير بور نو با دير معناها كلمات وإلا نوجع ناس وبعد نندم عليهم، وهذا مش في طبعي. دونك ناخذ راحتي بالكدا باش ما تغلطش، خاطر ديما فك سخانة واحد نجم تقول كلام اللي أولا يمكن يوجع ناس، وأنا منحبش الحق نقلق حد، ونأخذ وقتي في التحليل واحد، خاطر بعد ديما بطول المدة تولي معناها كي تتولى عليك المدة وتخرج ما عملت حتى ديكلاريسيون معناها ترجع تهدى وترجع معناها تشوف النقاط الإيجابية من شيرتك أنت ونقاط الإيجابية من 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 الشيرات الأخرين ونقاط السلبية منه ومن على كل حال وتبني عليهم وتمشي لقدام. أنت خرجت متقلق؟ منين؟ من إسبيرونس. خاطر كنت قلت كي نخرج متقلق من الجمعية ما حبش نعمل رد فعل. هو اي خروج من الفريق يقلق معناها من الترجي ولا من اي فريق اخر، وزيد معناها الترجي الذي التونسي معناها كي تخرج منه سي نورمال تتقلق. على كل حال انا خلينا نعطيك اي مدرب يحب ينجح معناها في الترجي الذي التونسي الوسائل كل متوفر، رئيس الجمعيه حمدي المدب يوفر معناها كل لي دوني نتاع معناها الريسيت كل الحق معناها اعطاني انا كل ما يلزم باش فريقنا يتحسن وتحسن، على خاطر فما دودات انا شددهم في الترجي الرياضي التونسي. لودات تاع النهار اللي خديتها سيتي لوي فيفري في زويتن كيفاش معناها الفوضى اللي صار بين هذاك النهار الامبيونس تاع الجمهور اقترب بساعات كانت تفكر هكا ولا هذاك التفصيل مش مهم، المهم الدات بالنسبه لي انا هو لوي فيفري كيفاش خديتها، واخر دات اللي خليت ترجي فيه اللي انا كان عندي انا ذاكره به سيتي لو تقريب لو 29 سبتمبر لو 29 سبتمبر. علاش نحكي كي الحاله اللي لقيت انا لو 8 ولو 29 سبتمبر ايش حبيت تقول بالدو دات هذ الدو دات لي دو دات هذو ما حبيت نقول ليسبيرونس مارت اللي انا خذيتها المره الاولى كنت معناها تعب وظروفها مش باهيه ولا بروف معناها الناس هبطت حتى قلقتنا في التمارين، ولو 28 ولا 29 سبتمبر ولا معنا في البارك واحنا ندربوا حفله وناس كل تبوس في الملاعبيه اللي 28 التالي معناها وصلنا معناها الدور نصف النهائي معناها بطوله في بطوله افريقيا والناس الكل كانت محتفله رئيس الجمعيه وحباه وهذا هو اللي به الفايده. الاحتفال مش بالنتائج الرياضيه كان وقتها مش على العيد ميلاد الترجي وقتها؟ الاحتفال بعيد ميلاد ولا شنو بالضبط الاحتفالات؟ الاحتفالات خاطر تفكر خاطر كي خرجت وقتها كانت هزيمه مع السي اس اس هكا ولا؟ دقيقة ما تزربش خلينا نحكي لك لي دات انا مهمين نسيت خاطر الاحتفالات اللي قلتهم لي انت. تو نذكرك لو 29 سبتمبر سيتي لو ديبار نتاعنا تقريبا لو 28 لو 29 سبتمبر الديبار نتاعنا باش نلعبوا معناها الماتش اللي نتاع الكوب دافريك دومي فينال. الامبيونس كانت معناها فهمتك هذاك قبل وقتها قبل الماتش اللي نتاع الكوب دافريك اي سي باش ناخذوا الطياره باش لو لوندومان ناخذوا الطياره كانت امبيونس كبيره برشا في الطياره وقف في البارك واحباء محتفلين باللاعبين واجواء معناها كانت اجواء ممتازه ممتازه هذا قبل جمعتين من الخروج هذه بعد صارت الهزيمه نتاع الشامبيونز ليغ وبعد صار كيف هزيمه في صفاقس هذه تبدلت شويه المعطيات ولا دب دب في باترو اش معناها هزيمه هزيمه انا زيرو في دومي فينال معناها هزيمه اون ديبلاسمون معناها انا تقريبا حطينا سيق بور نو با معناها كي نهزمنا انا زيرو في انجولا نتيجه عاديه معناها ولا عادي معناها جايين معناها تقريبا حاطين ساقينا في الفينال انا زيرو اون ديبلاسمون مع في دومي فينال مع كيب كي ربحت مازالت كي ربحت ترشحت على حساب مازامبي انا زيرو غادي وكنا نعدلوا فاسيلمون في لي دي ديرنيير مينوت كان عندك بون ميمور انا كورت بقير كورك هيثم لكن انا زيرو والروتور جايين في المنزة ما عندهم من ماشيين معناها حطينا فريقنا في الـ في الـ في الفينال وخلي معناها ما يصير شيء بزين لا لا كمل كمل لا لا سي بون نحب نعرف شنو الغموض خاطر افق الخروج نتاعك من ليسبيرونس شنو صار وقتها؟ ليه هو هو ما لازمش فما تفاصيل خليني نقول لك اتصل بيا انا لو 7 فيفري تقريبا سي حمدي قال لي خالد معناها تحاول ما يجي عاوننا في الترجي الرياضي التونسي ظروفنا توا معناها خذيت تقبلت معناها خذيت تحملت المسؤوليه وكانت وقتها الناس الكل كان عند العباد ذاكره بها كانت الكل معناها مأيسه من الفريق معناها نتيجه واداء فتحسنت الامور وهزينا البطوله
وعملنا لي دو تور اللي هما كانوا دو تور صعاب لي دو تور بريليمينير اللي لعبنا مع ايكيب نتاع موريتانيا اللي ريتور وبعد ليكيب نتاع غرماهي سيتي تري دولورو سورتو لا كاليفيكاسيون باش ندخل الجروب من غرماهي وبعد ربي تاخيره بالخدمه وبالسيريو نتاع الاولاد وبعد وصلت حتى لين رئيس الجمعيه قال لي نتائج ما كانتش معناتها سيئة لهالدرجة معناتها الترجي كان بطل الوقت الترجي كيف كيف كما قلت أنت حط سيق تقريبا مش حط سيق نقولوا عمل نتيجة عادية معناها ممكن تديرك حتى في الشامبيونز ليج نكون على أعقاب نتاع فينال أعطي فينال شنو نحب نعرف مش واضحة خاطر بين اللي والوتور نتاع بين اللي والوتور نتاع الدومي فينال مش لوجيك معناها الإقالة ليش شو نقول لك شوف وقت لي رئيس الجمعية أخذ قرار فيش حتى كلام معناها فيش مش نعم رئيس الجمعية قال لي معناها بعث لي قال لي خالد وفات مهمك كيما قال لي خذ ترجل ذي التونسي بارك الله فيه ومشكور إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله كيفاش تقبلتها وقتها سيد لي أنا حاضر وقتها سيتي بريفيزيبل أنا خاطر سيتي بريفيزيبل أنا هو أنا عبرت على في مناسبتين على خروجي معناها عبرت له مدى وقتاش كانوا نخرج كانوا قبل معناها قبل حسيت معناها ما عبرت على في مرتين اللي بارك الله فيه ومشكور ومدى بيه يحفيني من الخدمة مزيد ما جاوبتنيش ليه معناش حبيت أقول لك تلاقينا الاثنين تلاقينا رئيس الجمعية وأنا في نقطة فاصلة اللي هو أنا طلبته هو معناه بلغ معناه هو معناه كان مستجيب للدعوة متاعي أنت طلبت أنك تخرج معناها أي في مرتين وفي المرة ذيك أنا أنت طلبت كيف ولا ما بعد ما تصفيق سوقت قبل ما تصفيق بجمعة طلبت بش قبل ما تصفيق بجمعة بالضبط علاش إذا كان كما تحكي أنت النتائج كانت باهية معناها مش كما نحكي أنا إذا كان النتائج كانت باهية معناها الإسبيرونس في الدومي فينال ممتازة جدا مش باهية ممتازة جدا جدا معناها ما فيش حتى كلام معناها خرجنا من البول وخرجنا معناها فما ناس كان خلينا نحير الذاكرة وقت اللي نخذيت التراجي ودخلنا الكوب دافريك حتى حد ما مصدق احنا باش ندخل الجروب أنا وقت اللي دخلنا الجروب وضحت الإتوال اللي توضح لي هكا ولا لا وقت اللي قبل حتى ما احنا شو وصلنا الإتوال كاردو فينال نجم الرياضي الساحلي معناها لذلك احنا قبل هذاك تاعنا في لي تور بريمينير الناس شاك اللي احنا يمكن نتعداو لي تور بريمينير كي دخلنا للجروب ناس شاك ومعناها لكن بالخدمه وبالالتفاف رئيس الجمعيه والهيئه المديره والاحباء واللاعبين قمنا معناها بنتائج اداء ونتيجه اكد لهنا فما بوان دانتروغاسيون المدرب عمل هذا الكل كيفاش يطلب معناها انه يخرج من الجمعيه ديما انا كي نمشي للجمعيه ونخرج منها اما يخرجوني ولا نخرج منها ولا باتفاق معناها مسيرتين معناها التفاصيل معناها لازم واحد علاش نقول لك يرد باله على لسانه واحد مش كلام الكل يتقال على كل حال نعتقد اللي سي حمدي قام بواجبه معايا وجماهير الترجي الرياضي التونسي مشكورين قاموا بواجبهم واكثر ولاعبين الترجي الرياضي التونسي نرجع للاعبين خاطر نحب نصلح معناها معلومه لاعبين الترجي الرياضي التونسي كلهم مشكورين الكل معنا مشكورين انت جبت على اللاعبين صحفيين دقيقه برك كمل كثير كل معنا قمنا بواجبنا وبقمنا بواجبنا زيد خلينا نعاود باش نعاود رئيس الجمعيه والاحباء واللاعبين والاطار الفني والاطار المساعد والاطار الطب والناس كل معنا كنا معنا عشنا في 8 شهور كالاخوات وكانت امبيونس ما بيناتنا باهيه لكن هكا وساعات في المهم وفات المهم وفات باهي جبت على اللاعبين ممكن تتحفظ ما تحبش تحكي على اسباب معليش قصرنا كوا شو معناها خاطر ما تحب حسيتك ما حبيتش تقول لي شنو من الاسباب الحقيقيه بصراحه انا حكيت لك اللي عنده امبيونس باهي حكيت لك اللي فما نقطه بارك هل تشوفوا انه من المعقول مدرب وسط دومي فينال تشامبيونز ليغ بين اللي وذو ما عنده يطلب انه يخرج انت مع بخبرتك الطويله في الميادين ما عمرها ما نصابش عمرها ما صارت قبل الفهد خلي نقول لك اذا كان ممكن اذا كان فما اشياء جانبيه ما تحبش تحكيها يعني انت نحب نقول نذكر معناها فما خاطر سورتو النقطه هذه وقتها فما شخص ولا اثنين قالوا لي فما عندنا مشكل مع عندي مشكل مع الملاعبيه ولي كادر بالعكس معنا عندنا كوخين شفتوا خرج كلام مشاكل مع بن شريفيه مشاكل مع غنى شعيل اللي جا ما هزيتوش بالصفاقس وقتها شنو صار وقتها؟ دقيقه لا شو اسمه بن شريفيه عمل ديكلاراسيون في الاحد الرياضي قالوا
معناها خالد بن يحيى وبن شريفية معناها بتعاركوا معناها مش حتى بتلاسة قال لي ولدي قال له مو ديكلاراسيون وقت عمل ديكلاراسيون في الليل باش يقول له ما يودي انا تي ولدي فما حتى مشكل نحب نقول لك اللي نحب نقول معناها الجمهور الترجي التونسي اللي تقال كونسيرنو ريلاسيون بينيين وبين الملاعبين وفي حتى يدين نحب ناكد لهم وعشنا اخوات ونجموا يعملوا حتى انكيت اونتيرن العلاقات نتاعي بين استاف تكنيك معين والاولاد اللي معاه وشوشي ومجدي وستاف معناها نتاع البريباراسيون فيزيك وستاف ميديكال واحد عشنا كيما عائله صدقني عائله ينفهم ما صار حتى شيء بينك وبين معز في الفيستير شكون معز؟ بن شريفي تي ولدي معز هاكو قدامكم باهي غيلان شعير علاش ما كانش موجود في الوقت مع الكيب؟ غيلان في البريود هذيك قبل ما نشدنا هو كان غايب كان عنده مشكله في التوندون روتوليان تقريبا نتاعو ورجع غيلين قبل ماتش كلوب سفاكسيان بعد ما لعب ماتش ليتوال واحد سيتي ما يقتلوا غيلين الترجي التونسي جيها تو دمي فينال وفينال وجيو والكوب دافريك اللي معناها بينتو في نوفمبر تعاود ندخل الكومبيتيسيون جاي راك فيزيكمون تو مونك انكور 30 مينوت معناها سو بلون فيزيك وتهمت انا وياه والبريباراتور فيزيك باش نعاودوا ونخدموا فما اسباب الحق اللي انا نجهلها علاش غيلين خاطر انا ولدي غيلين انا انت طلعتوا الناس كنت عارف علاقتي بيه كبيره برشا ما نعرفش انا الحيثيات معناش علاش هو يغيب علاش هو غيلين يقول لي يجي روتار ما كانش عنده الحكايه هذه ما عرفش فما اسباب انا تفاصيل انا ما تعنينيش فهمت يعنيني هو يلزم يكون حاضر في التمارين يلزم يكون سيريوز يكون ديسيبليني فما شويه معناها لا بروف لا فولو سورتير من اسبيرونس في الاخر خرج من اسبيرونس هذيك الاسباب مش خالد بن يحيى فما حتى علاقه بخالد بن يحيى كان ما كان سيريو غيلين وقتها لا انا غيلين سي كلكان دو سيريو تريز انتيليجون معناها تريز انتيليجون كولتيفي وتريز انتيليجون غيلين معناها اللي حبيت نقولوا لي يمكن فما اسباب انا نجهلها في تفاصيل انا ما المهم مع خالد بن يحيى ما كانت عنده حتى مشكله نهار اللي تلقى مشكله مع خالد بن يحيى يعني بحذاك نعاود نسال فيك انت انت اكد معايا نقول لك هوك الاولاد انا قلت له ما عملوا حتى واحده اونكيت اونتيرن وشوفوا تلقاوش معناها فماش هنا با دو بروبليم تي بالعكس عايشين كالخوات سمي لي مليح ببرك معناها عايشين كالخوات مش لعب خوهم الكبير ونضحكوا نلعبوا خاطر رديت بالي انا من المره الاولى وقت اللي شديت الترجي التونسي 2014-2015 عملوا ليسبيرونس تبدو ديفيكولتي ونخرجها وبعد ما خرجوني يقولوا خالد بن يحيى باش ما يقول ما فماش مشاكل كيس كيل فون انفونتي يقولوا لك عملوها لي قبل انا كل مره ثانيه زدت رديت بالي شكون عملها لك؟ تي مش مشكله كل حاجه المهم باش لعبت تعرف المهم باش يقولوا باش ماد باش تدخل خالد بن يحيى تخرج من الترجي الرياضي التونسي ونتائجه باهي ونتائجه ممتاز ما يلزم نقولوا له حاجه يكون قاعد رايض يخرج هكاك ما يلزم نقولوا له حاجه اتهموني باطلا اللي انا معناها عندي مشاكل مع بي سي فبري هذه المره 2014-2015 باهي ديجا ما راحش ما روحتش مع الملاعبيه في الكره وقتها علاش ما روحتش مع الملاعبيه؟ نصفقص ساعات نحب نخلي الملاعبيه مرتاحين ما نطلعش معاهم في الكار انا كنت ملاعبي ساعات نقول لك نعطيك ماتش احكيو على ماتش صفاقس بركم ماتش نادي النجم الرياضي الساحل دومي فينال روتور الكار دو فينال روتور انا مش معاهم في الكار مشيت في الكار بروح في الكار ساعات كي انا كنت ملاعبي ونعرف الامبيونس مثلا نتاع الملاعبين هذا رايي معناها بون بعد كل حد وفلسفته وكل انترنور كيفاش يرى ما دي التجربه نتاعي انا مثلا عمري ما نقعد مع الملاعبين في الوقت يبداو يتعشاو نقول خاطر احنا في الملاعبين هذه ونحكيك حكايه ما يتحكيوش اما انا ما يسالش معناها باش للراي العام احنا كنا الملاعبين ساعات وانا ملاعبي ساعات ملاعبي يشتي بربي كعبه كوك قدام كيش تعمل تعملش مشكل ساعات نبداو نسرقوا في بريك نسرقوا معناها بربي تري فارس وطرف طن نعرفهم احنا انا ملاعبي كنت نعملها بلي ومليت تبدا انت قاعد ولا ساعات تبداو يفدلكوا مع بعضهم ساعات ماني كي تبدا انت قاعد تقلق فيهم وانا عشت هكاك تربيت انا ملاعب في سبيرونس لونترونور عمره ما يدور بينا ونخليهم معناها ليبرش يبداو مرتاحين فما ماتشوات كيف كيف وقت اللي تبدا التونسيون طالعه واحد باش ما نزيدش عليهم انا تونسيون في البيس نخليهم يشوفوا في البيس وحدهم ونخلط عليهم نمشي معاهم انا وراهم بالكرهبه ونمشي معاهم ما تشوفش اللي في الوقت هذاك بالذات وقت اللي زاد او اجج الكلمات حاول انه فما خلافات مع الملاعبيه انت مو باش يقولوا باش ميت هاني قلت لك اعمل انكيت اونتير كي تلقى لي واحد عندي معاها معناها مشكله مع الاولاد سمي لي واحد برك خاطر تو العموميات
سمي لي بالديتاي معناها يعني سميو لي معناها كي تبداو الناس تقول في كلام هكاك هاو ملاعبيه اعطيني بالديتاي بالملاعبي بالملاعب الملاعبي الكل يلعبوا تيتولير وكلهم لعبتهم حتى اللي يحب يخرج لما يقول لي باش نخرج تصريحاتك مثلا انك تقول معناها ملاعبي مثلا حسين ربيعي ماكيج مثلا حسين ربيعي قلت عليه ماكيج البليلي وسعد يتكلفوا هذا ما يعطيش كيف كيف ما يعطيش علاقه مع الملاعبيه لا بديتو انا نقول فيها معناها احنا نفدلكوا نضحك فمش ما فمش حتى مش معناتها بتفجس قاعد بتفدليك معناها هذاك علاش معناها ليه فمش حتى مشكل مع لا, لا عندي مشكل هاكو اللي بيه الفايده دونك ساكي يقول لك انا ما عندي حتى مش تقول عليا انا نحب نبرر ليه هاكو ملاعبين قدامكم برا وسالوهم وسورتو ما تسالوش ملاعبين اللي مازالوا يلعبوا في الترج برا وسالوا ملاعبين البراني هاكو غايلين خرجوا ويوسف البلايلي وبن محمد ولاد الكل البر وسالوه كيقول لك واحد راه عندي مشكل مع خالد بن يحيى بجنبك نرجع لك يقول له خالد بن يحيى متعالي في التعامل مع ملاعبين اش معناها متعالي؟ متعالي ليلي نسمعك حاجه كان ضيف انيس العياري بون شكلك برشا وقال عنده فضل كبير عليه نسمع شنو قال مثلا انا يحصل لي الشرف اني في وقت الميت حتى ما تدرينت عند سي خالد بن يحيى اسطوره يعني عنده يسار عجوبه وكي بدا يترنى معاك تقول لك تحب تولي خالد بن يحيى ما الثقه اللي عنده ليليغونس بدره كيف كيف اليوم شوف اسلام ريتشي اكسيال يعمل مونتي كيما كان يعملها بدره صحيح فهمت فقدت اليوم شنو حكيت شنو حكيت تحب تولي كي خالد تحب تولي خالد يا ولدي تين الدك وتيتي ساعات وقول له تين المره الجمعه هذه واحد عملتها يقول له والله قديتك كيما خالد بن يحيى ليه تعني شويه يلزم ساعات خاطر يلزم شويه معناها مش ديما الكبس راه يلزم ساعات شويه ضمار شويه معناها كلمه منا نكته من غادي نضحكوا معناها ساعات معناها كيك متعدى متاعنا باش نتفدلكوا باش نضحكوا بها لا اكثر ولا اقل معناها ماكش متعالي في التعامل مع لعبيه ولا حاجه ما تنجمش لعبيتك راس مالك اذا كان انت ما تكونش ريلاسيون بتاعك باهيه خاطر مع الملاعبين ما نجموش نكونوا بيرفورمون الملاعبين خاطر فما احنا نخدموا على المونتال والبسيكولوجي معناها بصفه كبيره برشا باهي تشامبيونز ليغ توج بها ترجي هذيك ظهر لي اي مدرب احنا من نتقعدوا في بارماريس نتاعو تشامبيونز ليغ تحس وقت ظلمت كي خرجت في الوقت هذاك بالذات شكون؟ نحس شنو؟ تظلمت كي خرجت في الوقت هذاك بالذات قناعات انا طلبت نجم نعطيك حتى ما نفكرش لي دودار اما طلبت مرتين انا باش نخرج هاني قلت لك اخر مره طلبتها واحنا مروحين من بريميرو دي اغوست واحنا مروحين بعد الماتش قد واحنا في الطياره المرتين طلبت قلت لهم ماذا بكم تعفيهم قداش تعتبر انه نسبه مئويه مساهم في التتويج هذاك على فكره سالت انا معين شعباني قال لي خالد بن يحيى 90% وانا 10% على كل حال التفاصيل ما عندهم حتى قيمه اللي بيه الفائده كونه في المئويه تاع الترجي التونسي تحصلنا على شامبيونز ليغ اللي هو عندنا مده ما تحصلناش عليها وفرحنا من الناس الكل شنو قداش مساهم فيها خالد ليه معناها شوف حوايج كيف هذوما يقيموها الناس اللي خدموا معايا واللي عاشوا معايا وانتوما اهل الاعلام واحد فهمت اللي بيه الفائده كونه الترجي التونسي ومعين وسي حمدي وجمهور الترجي التونسي ولاعبي الترجي التونسي في المئويه تحصلوا على كأس الفريق كيف كانت العلاقة بتاع مع معين ومجدي؟ كل خويت هاكم بحديكم وسلو اتصلت بهم كلموك بعد التتويج؟ لا لا كل حد ربي حتى اتصال لا لا أنا ما أنا بطبيعتي معناها كي نخرج من جمعية ديما ما نحبش نقلق حد وما نحب ندور بحد ربي يعينهم قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا إن شاء الله ربي يوفقهم لكن أنت مساهم في التتويج هذا على الأقل تكون فما اتصال يكون فما حتى مع الهيئة رسالة شكر حاجة هكا ما عنديش في طبعي انا كي نخرج من الجمعيه فما اتصال معناها ما تكونش حتى اتصالات انا تفسهم معناها مالقريب معناها مش مالقريب معناها انا نحترم المسؤولين اللي خدمت معاهم الريلاسيون ديما تكون معناها كل احترام وفيت الخدمه نتاعك دو بريفيرونس خليني استخدم رايده وخليني استخدم هاني بوركوا معناها تزيد في الكلام تو انا تقريبا تحكي على حكايه عنده 13 14 شهر معناها ديجا الايام تجي واضح مازلنا مواصلين الحوار نتاعنا مع خالد بن يحيى المدرب السابق للترجي كيف اللاعب الدولي السابق لحق بينا زميلتي اسماء المدب في الاخبار اهلا بك اسماء مرحبا سلام شعرنا جديد اتحاد الشغل يقول انه باش يتقدم مطلب لنفاذ المعلومه حول مآل القروض اللي تحصلت عليها تونس بعد الثوره تيك صحة دونك نمشيو للأخبار بعد مواصلين في زون ميكس وحوارنا مع خالد بن يحيى